ولذلك ابن المنير رحمه الله كما في فتح الباري قال: وإنما أخفيت ليلة القدر لأن ذلك أدعى إلى أن يكثر الناس من الصلاة. فيقول: فوا عجبا لمن يجهد نفسه في البحث عنها، مع أن الشرع أخفاها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر البخاري في صحيحه أنه أراد أن يخبر عن ليلة القدر، فتلاحق فلان وفلان يتشاجرا، فقال: أردت أن أخرج لأخبركم بها، فرفعت من أجل الشحناء والمشاجرة التي بينهما، رفعت يعني رفعت علامتها. ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وعسى أن يكون ذلك خيرا لكم. كيف؟ قال ابن حجر رحمه الله: لأنه لو بين تلك السنة علامتها اقتصروا على تلك الليلة، أو ربما أن يتركوا ما سواها من الليالي، مع أن الصحابة رضي الله عنهم في النظر إلى حالهم كانوا يحرصون في سائر أيام السنة وليالي السنة على العبادة، فما ظنكم بهذه الأيام الفاضلة؟